هنيجي هنا نعمل بعد بقى حاجه حادقه، نعمل شوربه، شوربه القرع. عندي قرع هحط له ايه عشان اعمل بيه شوربه واحسن طعمه، لان هو ليه طعم غريب شويه يعني، اللي مش واخد على طعم القرع ناس كتير مش بتحبه يعني. مثلا كنتش بحبه وانا صغيره، اما كبرت بقيت احبه بقى شويه شويه، فلما بقيت اخد على طعمه اوكي. انا مش واخد على طعمه في الاول، لا بحس بطعمه قوي، انما ما باخد عليه مش بحس بطعمه خالص، انما في الاول كده اللي هيستعملوه هيستغربوه شويه، فابدا ان انا احسن في طعمه او اضيع طعمه بمعنى اصح. فانا عندي هنا مثلا قرع بقى اي كميه انت عايز تعمليها، مثلا دول حوالي نص كيلو، عليهم بطاطساية هاخد نصها مش دي كلها، بطاطساية صغننة، عليهم جزراية، بصلاية، أربع خمس فصوص من الثوم، وهعملهم الشعرية. عارفين شوربة العدس؟ شوربة العدس زيها، بس هي ما فيهاش حاجة خالص، ما فيهاش عدس يعني ولا فيها الكلام ده. هي أنا هجيب هنا هي الحلة أهي، هحط فيها كده إيه القرع، هو الريس هو أكتر حاجة بحطها حوالي نص كيلو، جزراية وسط، اقطع بطاطسايه بس كده اخد ايه نصها بس، تمام، بصلايه وسط برضو، تمام، كام فص توم كده، 3 4 فص توم، واروح حاطه عليهم ميه مش كتير عشان زي ما قلت لكم هنا بينزل القرع بينزل ميه كتير، يعني على نص كيلو ممكن احط نص لتر ميه كده، نص لتر ميه. طبعا ده بيرجع لك برده حسب ما انت عايزه سمك الشوربه ايه، عايزاها خفيفه عايزاها تقيله زي ما انت عايزه. احط كده على النار، يبقى انا حاطه هنا ايه قرع، جزر، بطاطس، بصل، وتوم. اجي بقى هنا هحط احمر شويه شعريه علشان الايه، شويه مش كتير كده علشان الشوربة، حمر شوية شعرية. اجي بقى هنا هسيبها دلوقتي، وهنا بصوا بعد ما بتتسلق بتبقى بالشكل ده، طبعا بتاخدش وقت على فكرة برضو، بس حبيت ان انا اسهل الموضوع شوية. بطاطس قرع، بطاطس، جزر، بصل، وتوم، تمام كده. اخدها بقى اضربها في الخلاط. ادي كده الشعريه اتحمرت، مش هنزل عليها شوربه العدس على طول، هعمل ايه؟ هنزل شويه ميه، هنزل الاول على الشعريه دي شويه ميه تستوي، هي طبعا مش هتاخد وقت خالص يعني، حبه ميه صغيرين كده. واظبطها ملح وفلفل وبس، ملح فلفل كمون، ملح فلفل كمون.